اليوم محاضرتنا الرابعة من سلسلة محاضرات مادة مفهوم التسويق الرياضي ومجالاته التي بدأناها بالتسويق الرياضي كتعريف، وتحدثنا عن عناصر التسويق الرياضي ومصادر الدخل الرئيسية في التسويق الرياضي. تحدثنا عن أن التسويق يكون من خلال الرياضة وتسويق الرياضة أو المنتج الرياضي بذاته. تحدثنا عن أهمية التسويق الرياضي وأنه مختلف عن غيره، وجبنا أمثلة لأشخاص يعملون في بنوك وفي منشآت كبيرة تكلموا عن أن التسويق الرياضي مهم بالنسبة لهم وغير شغلات كثيرة عندهم. تحدثنا عن الخطة التسويقية في المحاضرة الماضية وأهميتها للمنظمات الرياضية. طبعا اليوم محاضرتنا راح تكون عن أمثلة عالمية على استراتيجيات تسويقية ناجحة في المجال الرياضي. لعل المثل الأبرز والأشهر هو الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج اللي ركز على الجودة. طبعا الدوري الإنجليزي يمكن انطلق عام 1888 وشامل لجميع أندية الدوري الإنجليزي، الجميع بلا استثناء كان يتنافس في هذه البطولة الكبيرة. كانت نظام المقاطعات، ويتوج الفريق البطل في مباراة نهائية. طبعا كان الدوري نوعا ما أقول فوضوي بمعنى فوضوي، ولكن كانت الهوليغنز مسيطرة، كان النظام والحزم مش موجود. طبعا عام تقريبا أو منتصف الثمانينات أبعدت الفرق الإنجليزية من المشاركة في الدوريات الأوروبية لمدة 5 سنوات بسبب مشكلة الجماهير الليفر اللي هو ليفربول. يعني التفاصيل كانت كثيرة في هالجانب. اجتمعت الأندية الإنجليزية الكبيرة مع اتحاد الكرة مع ممثل البي بي سي وقالوا لابد إنه يصير الدوري الإنجليزي هو الأفضل، مو معقول الدوري الإيطالي والدوري الأسباني أفضل منا، لابد إنه نجتمع، لازم إنه نحط لنا نظام يجعل الدوري الإنجليزي هو في المقدمة ذو جودة عالية. وكان الهدف واضح، يبغون هم يكونون رقم واحد في العالم ويكون الجودة. هذه أهداف واضحة ومحددة وخذناها في الخطة التسويقية تذكرون، وبناء عليها بدأوا يحطون رابطة، قالوا لابد أن نحط دوري محترف له أنظمته وله تشريعاته، ولابد ممثلين الأندية هم اللي يقودون الدوري، وأنشأوا رابطة هي الرابطة الحالية. وبدأوا أظن ب 22 فريق عام، طبعا كان الاتفاق هذا عام 1991. عام 1992 93 انطلق الدوري الإنجليزي ب 22 فريق، طبعا بعد بسنة أو سنتين نزلوهم إلى العدد الحالي 22 فريق. كان النقل التلفزيوني قبل الدوري عام 86 كان 6 مليون و300 ألف باوند طبعا على سنتين، أتوقع معدل 3 مليون وتقريبا 200 ألف للموسم. عام 88 44 مليون تقريبا 11 لمدة 4 سنوات، تقريبا 11 مليون للموسم. ولكن مع انطلاقة الدوري الجديد بمسماه الحالي وبوضعه الحالي أصبح الدوري أو بدأ ب 304 مليون باوند، واليوم يتجاوز 5 مليار باوند، وهذا رقم كبير جدا لولا الخطة الاستراتيجية اللي وضعوها لهم وللدوري الإنجليزي لما وصلوا لهذه الأرقام. الرعايات بدأت من بداية انطلاق الدوري عام 92 ب 3 مليون، اليوم وصلت 40 مليون، أو مو اليوم تقريبا قبل تقريبا نهاية العقد مع الباركليز اللي هو كان آخر عقد 40 مليون باوند في السنة، وهذا رقم كبير جدا. وما زال الأرقام في تصاعد. الدوري الإنجليزي الآن يشاهد يعني في 212 دولة حول العالم بمعدل 730 مليون منزل تشاهد هذه المباريات أو الدوري الكبير. حققوا الهدف بلا شك، فهم الأفضل على مستوى العالم. وماذا حدث؟ حدث أن الرياضة في إنجلترا أصبحت صناعة، وكان تأثير الدوري الإنجليزي كبير جدا على الاقتصاد الإنجليزي. دخل الرياضة الاقتصاد الإنجليزي 2.4 مليار باوند فقط من التاكس، التاكس اللي هو انتقالات اللاعبين، كل شيء يتعلق بالتاكس. وفروا فرص وظائف 103 آلاف وظيفة ما بين فول تايم وبارت تايم،
يعني دوام جزئي ودوام كلي، 3.4 مليار باوند مساهمة الدوري الإنجليزي في الناتج المحلي. طبعا هذه كانت آخر إحداثية اللي هي وجدتها، كانت في مايو عام 2015. يعني بلا شك الأرقام ارتفعت، هذا الشيء يدل على أنه متى ما بني الشيء أو الخطة التسويقية بشكل قوي جدا راح تكون نتائج مثمرة. نفس الشيء مع مانشستر يونايتد اللي ركزوا على هدف رئيسي طبعا هو التوسع والبراند، انه لازم توسع عالميا والبراند يكون برضو قوي في خارج البلاد. طبعا هو معروف انه في انجلترا هو المسيطر. طبعا كان هدفهم مكتوب واضح، انه زيادة الايرادات والربحية عن طريق التوسع، طبعا موجود عندكم في السلايد، زيادة الايرادات والربحية عن طريق التوسع في زيادة الاعمال التي تساهم في رفع قيمة العلامة التجارية وبناء المجتمع العالمي لمانشستر يونايتد، والتحسين أو تعزيز البنية التحتية التسويقية للنادي. وهذا يعني يمكن شاهدناه اللي تابع مانشستر يونايتد. أنا بحكم أني أنا من محبي هالنادي قاعد أتابع وأتعلم من مانشستر يونايتد. على فكرة مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي بشكل عام أفضل الأمثلة على مستوى العالم من حيث التسويق الرياضي والإبداع في التسويق الرياضي. طبعا كل الدول اصبحت تهتم في التسويق الرياضي، ولكن نتكلم عن الانجليزي لانه نقل الدوري الانجليزي للافضل، ومانشستر يونايتد ايضا نقلهم للافضل على هالصعيد. دائما هم الاوائل في المجال. كانت استراتيجيتهم العناصر الرئيسيه الاستراتيجيه ترتكز على انه نستهدف شرائح جدد على صعيد المنتجات والمناطق. وبالفعل عام 2012 فتحوا مكتب في هونغ كونغ ليضاف لمكاتبهم اللي في لندن وفي مانشستر. وطبعا ساعدهم مكتب هونغ كونغ لتوقيع عدد من العقود الرعاية. ليش هونغ كونغ؟ لأنه شرق آسيا سوق واعد، سوق يهتم في الرياضات العالمية. فأصبح لو لاحظتوا مانشستر يونايتد أصبح ينوع من زياراتها أو معسكراتها الصيفية، صار يروح لشرق آسيا، كان يبيع منتجات أكثر، يلبي احتياجات رعاة وجماهير. طبعا توسعوا في ملف الرعايات. مؤخرا وقعوا مع 6 شركات عالمية، 5 شركات إقليمية، 3 شركاء الاتصالات والمالية. استثمروا في الإعلام الجديد وفرص المحتوى والسوشيال ميديا وما أدراكم السوشيال ميديا. ركزوا على تعزيز الوصول والتوزيع لحقوق النقل التلفزيوني. ماذا حدث لمانشستر يونايتد؟ من عام 2006 كانت إيرادات مانشستر يونايتد 175 مليون. طبعا كان الماتش داي أو يوم المباراة إذا تذكرون كان فيه الجدول حق مصادر الدخل الرئيسية. الماتش داي كان دخلهم منه 71 مليون، يشكل 43%، كان هو الأعلى. بعده يأتي البرودكاستنج أو النقل التلفزيوني اللي هو غالبا كان مركزي 47 مليون، والكوميرشال اللي هو الرعايات والمبيعات المتاجر ومدراك المتاجر ب 47 مليون، مشكل 28%. طبعا 2017 ارتفعت المداخيل بنسبة 2 إلى 3 في 3 أضعاف، عفوا ضعفين وأكثر إلى 3 أضعاف، ليصل الرقم إلى 581 مليون السنة هذه. طبعا الكوميرشال أو الأنشطة التجارية يعني شكلت 48% من إيرادات النادي، وهذا يدل على قوة النادي داخليا تسويقيا نتكلم، حيث أن المداخيل أصبحت 276 مليون باوند، وهذا رقم كبير جدا. يعني هذا الحالة، هذا ميزانيات بعض الأندية أو مداخيل بعض الأندية في سنة كاملة. البرودكاستنج 194 مليون، يشكل 33%، وهذا طبعا غالبا يكون مركزي. الماتش داي نزل في نسبته الى 19%، ولكن الرقم زاد من 71% اذا تذكرون الى 111%. فكل شيء قاعد ينمو في مانشستر يونايتد، وهذا بفضل الله ثم بفضل التسويق الجيد والمميز. نروح للجار والعدو اللدود لمانشستر يونايتد اللي هو مانشستر سيتي. ركز على الإعلام الجديد وارتباط الجماهير. طبعا مانشستر سيتي يوم انه يوقع او يشتريه المنصور بن زايد،
وجاء الاتحاد الإماراتي ورأى النادي وصار يستقطب لعيبة وكذا. الإنجليز والصحافة الإنجليزية كانوا يتكلمون عن إنه البترول وما البترول هو اللي قاعد يغير معايير اللعبة، وإنه هذول الناس جايين عندهم فلوس ويستثمرون وبيخربون الدوري الإنجليزي، بيجمعون النجوم في مكان واحد. نظريا ممكن يكون كلامهم صحيح، ولكن عمليا وما حصل تسويقيا أثبت إنه العرب عندما يشترون نادي يأتون بالفكر معهم، طوروا الفكر، طوروا المداخيل بالنسبة لمانشستر سيتي، أصبح وعلى فكرة مدير التسويق عربي في مانشستر سيتي. لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي يكسرون حاجز إيرادات ال 400 مليون، يكسر حاجز 400 مليون باوند العام الماضي. ركزوا على الجماهير والتفاعل معها، وهذا جذب شركات راعية كبيرة جدا، راح نشاهد بعد قليل فيديو يشرح لنا هالجزئية. الإيرادات بالنسبة لهم وصلت إلى 473 مليون باوند العام الماضي، هذا كان إنجاز كبير. السنة هذه استمروا وكسروا حاجز 500 مليون باوند، يعني شغل جبار وكبير جدا، يحسب لإدارة النادي وملاك النادي. قناة النادي في اليوتيوب كان عدد المشتركين فيها، وصل عدد المشتركين فيها إلى 1,400,000 مشترك ب 350 مليون مشاهدة منذ انطلاقته، والسبب المحتوى القوي جدا اللي راهن عليه مانشستر سيتي ووصلوا من خلاله إلى أرقام وعملاء جدد أو رعاة جدد. المحتوى طبعا كان قصة غارديولا في التاكسي، إذا تسمعون عنها، وراح أجيب لكم مقطع عنها الحين. الفكرة باختصار شديد، أول يوم لغارديولا مع النادي أصبح يعني يركب التاكسي ويلف مدينة مانشستر مع راكب تاكسي، فأي مشجع يركب يروح للملعب. يعني كان يتفاجأ بوجود غارديولا ويصير فيه نقاش ممتع جدا، ممكن ترجعون على اليوتيوب. أيضا كواليس اللاعبين كان يظهر للناس، فأصبح هناك تفاعل كبير مع القناة. I'm always at City League. Every game? Yes. I've watched top 11 things you need to know about Pep. Yeah. First one, you can speak Spanish. Yeah. And you can speak German. Yeah. And Catalan, my language, mother tongue. Really? And Catalan, yeah. Now we've got you. We're going to win them all. We're going to win all the trophies. Where are we going to put them all? All the trophies are yep. winning? Are you sure? All yeah. in a row. Okay, we're going to try. He's a genius. How are our supporters? They're great. Great? Yeah? And we're glad that you've come. Yeah? Yeah. You're going to have to get used to the weather here as well. It's going to be raining a lot. But today, sometimes no? it's sunny. But today, yes. Beautiful. It's a beautiful day today. But normally it's not like this, eh? No. Eh? No, it's raining a lot, eh? Yeah. People told me about that. You like golf, don't you? Yeah, a lot. And you? Yeah. Do you play yeah, golf? Yeah, I like golf. Golf? Yeah. Football? Do you play football yeah, in the school? Yeah, I play yeah? football. Which position are you playing? Centre midfield. Yeah? Like Fernandinho? Like yeah. Fernandinho? Yeah. Yeah, good. And Gundogan. And Gundogan. Yeah. You made some great signings this season. Yeah, and wait. Wait. I've got the new shirt. Sorry. It's okay, Chappie. Chappie. Thank you. Do you know him? Yeah. Saw all his stuff. I'm a big fan of him. I know. Messi's your friend. You might give him a call and see if he wants to join us and have a fun time. Messi? Yeah. Would be nice, eh? But then maybe it's a little bit difficult, eh? Yeah. It will be difficult. Because you've not got many friends in Manchester. Yeah. Whenever you need a friend, come to the sea. Of come course. To my house, of course. Now, after, I'm going to talk with your father. And maybe you can, you know, you can give us our telephone numbers and we can, you know, see each other one more time. Yeah. Maybe. Can I make a selfie with me? Yeah, good. Really. Thank you.